هيدي الطبيعة الجبلية ذات المناخ المعتدل هي بيئة مثالية لنمو التفاح عالي الجودة. أنا بحب الأرض من صغير لهلا، حتى أولادك كمان بحبوا الأرض، بنحب الزراعة. مشروعنا اليوم من مدينة كسب مع السيد إبراهيم غزريان، أحد أهالي قرية السمرا، يلي رح يحكي لنا اليوم عن مشروعه الصغير بزراعة التفاح. أنا هون مزارع، بزرع تفاح، خوخ، دراء. أكثر شيء معتمدين على التفاح، 190 تفاح، لأن هون بنجح تفاح أكثر بالسمرة. قرية سمرة بنجح تفاح أكثر لأن مي قليل. الدراء هدول بدهم مي كثير، هون مي قليل. بس مش هذا هو التفاح، إذا مي بيصير للتفاح كمان لسه أحسن، بس التفاح أكثر شيء. رغم صعوبة التنقل داخل الطبيعة وغيرها من الصعوبات يلي بتواجه المزارعين، قدر العم إبراهيم وغيره كتير من المزارعين الاستمرار بإنتاج هيدا المحصول. أنا عندي أكثر من 1000 شجر، أكثر تقريباً 1000 شجر هيك، 1000 شوي، شيء 30-40 دونم أرض، والبيت معتمدين لهذا. أنا وابني نشتغل فيها، بالخريف بنقصه بنعتمد فيها كثير، بالربيع بنفلح بنرش دواء، هذا كثير بنحبه، كثير كويس. مشروع عندي شيء كبير بستاني، ما كثير صغير. بهذا انا وحتى هلا معي ابني عم بلش يتابع معي. وقتي نحن هون تعبنا كثير، لأن الصبح نطلع للمساء نشتغل، التعب كثير بستان. الشغل بستان ما بيخلص، بده الشغل كتير، خاصة عنا نزول وطلوع كله حيطان، مش سهلة. لأن أكتر شيء قبل كنا نفلع بالدواب، هلا بلشنا بالعي على الزقات، تراكتور كبير ما بفلح. أراضي تبعنا بده عيان كتير، لأن قص رش دواء، منرش دواء شيء 12-13 مرة بالسنة لأمراض كتير، خاصة هاي صار 2-3 عم بيجي فيها دود كتير، زبابة كل 10 أيام، 12 يوم بنرش دواء، لأن إذا ما رشينا مدوت. هلا بالمية 50-60 هون بساتين مدوت، بس أنا الحمد لله هون أنا معتمد فيها كتير أكتر كويس. زراعات كتيرة بتشتهر فيها بلدة كسب، لكن بالمجمل الصدارة هي لزراعة التفاح بأصناف وألوان عديدة بتلبي احتياجات الأسواق المحلية والدولية. إنتاجه كويس، بس إذا ما إجا من الله شي برد، برد، لأن وقت الزهر بالربيع إذا صار برد كتير بالليل، زهر ما بيكمش، إذا صار برد بضر هوايات. نحن معتمدين على الطبيعي، التفاحات الصيفي، إنتاج الصيفي الزراعي هون السياحة بيساعدنا الصيفي، بس الشتوي هذا التفاح جولدن ستار ما بيساعدنا، لأن السياحة ما بيكون خالص، السياحة بيكون. كنا عندنا برات قبل، برات هلا ما في، كهرباء قليل، مثل ما بتعرفوا كلهم كهرباء قليل، مازوت محروقات غالي، عشان هذا ما عم ينفتح البرات، عم نزل على السوق. ومن أرض التفاح هيدي الأرض الجبلية الخام يلي صارت مقصد لكتير ناس من محافظات مختلفة سكنوا فيها وقدروا يأسسوا فيها مشاريع زراعية ناجحة، ومنهم العم سالم يوسف. نحن هلا حاليا أنا مهندس مدني، بس هلا حاليا صرت تقريبا مهندس زراعي. شوي شوي تعلمت على زراعة كل أنواع الأشجار. عادة أهل كسب بزرعوا تفاح وخوخ ودراء، أنا مشان بستاني الصغير صرت أزرع من كل نوع 2-3 شجرات، وشوي شوي تعلمت شلون أدير بالي عليهم وأهتم فيهم، والحمد لله مثل ما أنك شايفة في عندي رمان، في عندي حمضيات، في عندي زيتون، في عندي تفاح، في عندي خوخ، من كل الأشكال. التفاح الكسبلي مميز من بين كل أنواع التفاح، له نكهة خصوصية، وخاصة تفاح السمرا. تفاح السمرا أي إنسان بيأكل تفاح من السمرا بيقولوا هذا له نكهته غير شكل. وفي كمان المناطق الثانية تفاح كسب مميز بشكل كبير في عدة أشكال، في الستاركن وفي الأحمر وعدة أشكال من التفاح، وكلياتهم مميز بيقولوا نكهات محددة. ميزات الطبيعة من هالبلاد كتيرة، خصوصاً طبيعة كسب الغنية يلي بتوفر كتير فرص عمل للأهالي وبتزيد من اقتصاد المنطقة بصادرات التفاح محلياً ودولياً. أرض أحسن شيء، أرض غير شيء، أزرع لا تقطع.